السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير في كل مكان. قبل أي حاجة صلي بينا على سيدنا رسول الله. طبعا احنا دلوقتي في موسم البطيخ، وطبعا كلنا بنحب البطيخ، مفيش حد اسمه ما بيحبش البطيخ، لأن البطيخ بيقولوا عليه في الأمثال إن هو أكل وشرب في نفس الوقت. البطيخ من الحاجات الجميلة جدا المهضمة اللي فعلا يعني جميلة. وطبعا احنا دلوقتي في موسم البطيخ، وغلبنا ناس كتير بتحاول تروح تشتري بطيخ، يا اما بتطلع بقى بطيخه مش حلوه، ما بقاش في بطيخ ابيض زي زمان نتيجه لعمليات التهجين اللي بقت الفلاحين تعمله والزراعه بتعمله، ما بقاش في حاجه اسمها بطيخه قرعه وبطيخه حمراء، يعني اللون الابيض ده خلاص ما بقاش يظهر، بس ممكن تبقى بطيخه حمراء لكن مش حلوه، او مش مستويه قوي، او مش مستويه كويس. طبعا بتروح تشتري البطيخه وتيجي وتدفع فيها مبلغ كبير، وللاسف بتطلع مش كويسه. طبعا البطيخ بتاع زمان كلنا فاكرينه، اللبايه بتاعته الصبره الكبيره ديت، البطيخ المرمل الحلو. طب ازاي ان انا اقدر اعرف البطيخه حلوه ازاي من غير بقى ما حد يضحك عليا ومن غير ما يتنصب عليا؟ في شويه حاجات كده وشويه معلومات خفيفه، كام حاجه صغيره هقول لك عليها، لو انت قدرت انك انت تطبقها بالملاحظه السريعه تقدر بامر الله تشتري بطيخه كويسه. وهنشوف كده مع بعض. اول حاجه عندنا في حاجه اسمها العلق اهوت. العلق ده اللي هو العرف اللي خارج منه البطيخه. طبعا ده لازم يكون ناشف زي كده، ويكون حجمه صغير، ويكون داخل لجوه بالمنظر ده كده، على قد ما بنقدر بنجيبه بالشكل ده، يعني يكون العلق ده حجمه صغير ويكون ناشف، ده دليل ان البطيخه استوت. دي حاجه. الحاجه الثانيه، البطيخه عندنا بتبقى كلها خضره زي ما انت شايف، وفي حته منها بتبقى لونها يعني ابيض او اصفر كده. كل ما يكون اللون ده خفيف، يعني مش ظاهر قوي، ده برضو بيدل ان البطيخه مستويه كويس وما يكونش حجمها كبير. في نفس الوقت حجم البطيخه شيلها، يعني انت طبعا بتشوف اللون دوت، كل ما بيكون اللون ده معاك يعني داخل على الغمقان ما يكونش فاتح قوي، ده دليل على ان اللون برضك ان البطيخه بتاعتنا بدات تستوي. الحاجه الثانيه زي ما بقول لحضرتك، الحجم وزن البطيخه معاك تحس ان وزنها تقيل، ده معناه ان البطيخه مش مخوخه من جوه، مش فاضيه من جوه، لا البطيخه معانا محمله وان شاء الله تبقى كويسه معانا. حاجه ثانيه برضو لازم تركز معانا، اللون بتاع البطيخه، اللون الخضار ده يكون لون غامق، يعني كل ما يكون البطيخه لونها الاخضر بتاعها لون غامق برضك يبقى داخله على السوى. الفواصل بتاعه البطيخه، يعني اي بطيخه في الدنيا لها حته فواصل كده، نظام اضلع خارجيه، كل ما بيكون الاضلع دي ظاهره معانا برضك ده دليل على ان البطيخه معانا بطيخه ان شاء الله تبقى كويسه. طبعا دي كلها شويه حاجات احنا بنقولها مع بعض، يعني تحتمل برضو الصواب والخطأ، يعني انت ممكن برضو بالنظر كده وبرضك ممكن تقع في انك انت تشتري بطيخة مش كويسة، فيستحسن ان انت تقول للراجل بتاع البطيخ وحياة امك نقي لي بطيخة كويسة، نفسي اكل بطيخ حلو. تعالوا كده نجرب نفتح البطيخة ونشوف البطيخة اللي معانا هتبقى عاملة ازاي. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انصرنا يا رب. لا 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 لا، ما شاء الله بطيخه جميله 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 اهيت. البذر بتاعها الاسمر اهوت زي ما انتم شايفين، تمام، ومرمله زي ما انتم شايفين اهيت، بامر الله هتبقى ممتازه، يعني مرمله خالص اهيت، الحب اهو باين مرمل، والعروق بتاعتها جميله اهيت. نطلع دي الاخرى كده اهيت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده، يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده، وقدمنا لكم معلومه خفيفه وسريعه. اللي ما اشتركش معانا في القناه بتاعتنا طبعا يشترك ويفعل زر الجرس معانا ويدينا لايك للفيديو. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير، والى اللقاء في فيديو جديد.